بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراءة من كتاب الأخصر. قالوا ابن بلبان رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس حسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، الآن هو يتكلم في التيمم. ويمم بمعنى قصد. قال امرؤ القيس: يممتها من أزرعات وأهلها بنجد أعلى دارها نظر عال. والمعنى في الاصطلاح هو القصد إلى الصعيد الطاهر، القصد إلى الصعيد الطاهر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وكان التيمم في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، نزلت آية التيمم في القصة المشهورة في فقد عائشة لعقد أخذته من أختها أسماء، وهم قافلون من غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، والتي تزوج النبي فيها بجويرية رضي الله عنها وأرضاها. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طلب هذا العقد جماعة من الصحابة، فيهم أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، وأدركتهم الصلاة وليسوا على ماء، يعني ما في بير ولا عندهم ماء، يعني يكفي لحاجتهم الضرورية ولتيممهم لوضوئهم. فشكوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأتى والنبي نائم في حجر عائشة. قال: فلهدها في صدرها حتى أوجعها. ولذلك بوب أبو داود في سننه قال: باب تأديب الرجل ابنته في حضور زوجها، في حضور زوجها. قال: فأوجعني ولكني ما تحركت لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال الناس: يا أبا بكر انظر ماذا فعلت بنا عائشة. قال: وبينهم كذلك نزلت الآية التي في سورة المائدة، فقال أسيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، وما جعل الله لك يا أم المؤمنين من أمر إلا كان فيه سعة وفرج للمسلمين. سبحان الله، حادثة الإفك ومسائل كثيرة فيها بركات كانت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا بالنسبة لهذا التيمم. قال: ويكون هذا بالنسبة لأصله في الكتاب والسنة، وعليه إجماع أهل العلم. السلام عليكم. يصح بتراب طهور. نعم، يصح بتراب، وأن يكون التراب طهور، فخرج منه التراب الغير طهور المنجس، لأن الأصل في رفع الأحداث وإزالته أن يكون بالأصل، أن يكون بالماء الطهور. وإذا عدم الأصل في القاعدة يصار إلى البدل. القاعدة تقول: إذا عدم الأصل يصار إلى البدل، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الماء، إذا كان التراب ليس طهورا، فإنه لا يصح للتيمم. نعم. مباح يعني ما يكون مسروق، لأن عند الحنابلة أن الصلاة في الأرض المسروق، في الأرض المغصوبة لا تصح. وكذلك الصلاة في الثوب المسروق أو المغصوب، وكذلك التيمم بالتراب المغصوب أو المسروق إلى غير ذلك. والصواب أنها تصح، لأن القاعدة تقول: الجهة منفكة. القاعدة تقول: الجهة منفكة. لكن هذا على المذهب. نعم. له غبار إذا له غبار، أن يكون له غبار كذلك على المذهب. قالوا: وإن جئنا مثلا لهذا الطلاء الذي يكون في البيوت، الطلاء اللي يكون في البيوت هذا، قالوا: إذا كان البيوت تبنى بحجر، فإذا كان الحجر الذي بنيت به ليس عليه طلاء يتيمم به. قالوا: إذا كان عليه طلاء، قالوا: إلا أن يكون للطلاء غبار. إذا كان الطلاء ما له غبار فإنه لا يتيمم، لابد يكون الطلاء له غبار. قالوا: حتى هذه الأرائك، كراسي، المراكي،
إلى غير ذلك. حتى السجاد إذا كان عندك في البيت وطاهر، إذا كان له غبار، له غبار إذا ضربته بيدك أخرج غبارا، جاز التيمم، جاز التيمم به. نعم. إذا عدم الماء، هذا هو الشرط، ولذلك القاعدة تقول إذا وجد الماء بطل التيمم. فإذا هنا الماء عدم يتيمم. طيب إذا كان عندي ماء وأنا في برية منقطع أو في مكان بعيد والماء لحاجة ضرورية، حاجة الإنسان، إن تيمم. ولذلك قال في حديث المدلج العركي، قال يا رسول الله إني نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل من يتدل. الأصل في هذه المسائل أن الماء الذي هو عندك أنت الآن هو زائد عن حاجتك الضرورية، لأن الأصل في الشريعة أنها نازلت بحفظ الضرورات الخمسة، ومن حفظ إيش؟ النفس من الهلاك، حفظ النفس من الهلاك. نعم. لحبس أو غيره. لحبس. نعم. من ماء أو غيره. من ماء. إذا عدم الماء لحبس أو لغيره. إذا عدم الماء لحبس أو لغيره، يعني إذا كان هذا الماء الذي عدم إما أنه إنك أنت موجود في مكان حبست فيه فما استطعت أن تستعمل الماء، أو حبس عنك إيش؟ أو حبس عنك الماء، أو لغيره. كلمة لغيره نكرة لكي تعم. ما هو معنى غيره؟ إما عرف، إما حكما أو شرعا، بمعنى إنسان مريض يضره استعمال الماء، ففي الحالة هذه يعمد إلى ماذا؟ إلى التيمم. أو إنسان مقعد وليس عنده من يساعده ليجلب له الماء، هنا يضطر أنه ماذا؟ أن يتيمم. نعم. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرها، أو غيرهما، أو غيرهما. وهذه هي المسألة التي ذكرناها، إذا خشي من استعمال الماء أن يضر ببدنه أو أن يضر بنفسه، يعني مثلا الماء في مواجهة أعداء، لو خرج ليأخذه فإنهم ماذا؟ يقتلوه. أو في طريق لصوص، لو خرج إليهم لتلف ماله وتلفت دابته وتلفت نفسه. فهنا الضرورة تبيح، قاعدة تقول الضرورة تبيح المحظورة، والضرورة تقدر بقدرها، والقاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسخ، والقاعدة تقول هذه كلها كنش القواعد هذه على القراءة حتى تعرفوا إيش القاعدة الأصولية أنا ممكن أطبقها في هذا الباب، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. نعم. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. يعني معنى هذا الكلام ماذا؟ يعني هل أن التيمم هذا رافع أم مبيح؟ التيمم هذا يرفع الحدث ولا يبيح العبادة؟ يبيح العبادة. هذه مسألة عند أهل العلم، يقول التيمم رافع ولا مبيح؟ منهم من قال التيمم رافع، منهم من قال التيمم مبيح، منهم من قال التيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء، كل ما كان يقوم به الوضوء يقوم به التيمم حتى تجد الماء. وفي قصة عمار في الصحيح لما أنه كان على جنابة ولم يجد ماء فتمرغ كما تتمرغ الدابة، النبي قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده ومسح بها ومسح بوجهه، قال والصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. نعم. لكن هنا شوف يقول لك التراب هذا ما يزيل النجاسة، يعني النجاسة أنت موجود فيها، احنا عرفنا الذي يزيل النجاسة من البدن ومن غيره هو ماذا؟ هو الحجر، كما مر معنا في إزالة النجاسة. نعم. إذا دخل وقت الفرض من الصلاة، إذا دخل وقت الفرض يعني وقت الصلاة، إذا دخل وقت الفرض وقت الصلاة، وهذا معناه أنه هنا إذا ضاق الأمر اتسع، وعند دخول الوقت فإنك تتيمم عند دخول الوقت. والصواب أن تيمم واحد يصلح لكل الأوقات حتى ينقضه، نحن قلنا التيمم مقام ماذا؟ مقام الوضوء. نعم. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته
لا يكفي طهارته يعني لا يكفي الماء طهارة فعل به. نعم استعمله ثم تيمم. إيه بيقول لك يعني لو عنده ماء لا يكفيه للطهارة يستعمله ثم بعد ذلك أنه ماذا أنه يتيمم يعني بالماء. نعم بالماء الذي يوجد عنده لن يقضي شيء حتى ينتهي. نعم فإذا انتهى الماء بعدين أنه يتيمم. نعم ويتيمم الجرح عند غسله. نعم إذا الإنسان كان عنده جرح وهذا الجرح يؤذيه الماء ويتلفه فإنه يغتسل إن أصابته الجنابة أو الحدث الأكبر فيما يجوز غسله ويتيمم في مكان ماذا في مكان الجرح. ولذلك جاء في الحديث وهو حديث ضعيف في الرجل الذي شج في رأسه وأصبح جنبا عند بدود غيره فقال هل علي من غسل؟ قالوا نعم ما ينفع لك التيمم لا بد تغتسل. قال فاغتسل فمات. قال قتلوه قتلهم الله ما لهم لم يسألوا إذ لم يعلموا إنما داووا العي السؤال. وقلنا والحديث لا 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 يصح لكن وضحنا القواعد التي صحح أن الإنسان في حالة المرض من كان منكم مريضا أو على سفر إلى غير ذلك فإنه ترفع هذه المشقة ويعمد إلى التيمم. نعم إن لم يمكن مسحه إن لم يمكن أيوة مسحه بالماء مسحه إن لم يمكن مسحه بالماء أيوة إن لم يمكن مسحه بالماء الجرح يعني إذا ما يقدر أنه يمسح بالماء لتلفه أو يخشى من عوارضه إلى غير ذلك فإنه يتيمم إيش يتيمم. نعم ويغسل الصحيح من بدنه. نعم وطلب الماء شرط فإن نسي. هذه نقطة مهمة الآن دخل عليك الوقت فتقول أنا ما عندي ماء هل أتيمم؟ يقول طلب الماء شرط اسعى في طلب الماء إذا بعدما سعيت لم تجد هنا تتيمم لأنك ربما أنك أنت ما عندك ماء هنا لكن لو طلبت وجدته عند غيرك. نعم فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم وفروضه مسح وجهه ويده إلى كوعيه إلى الكوع. طيب ممتاز احنا عندنا يقولون في المثل هذا لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه. طيب ما هو الكوع وما هو البوع وما هو الكرسوع؟ هذا الكوع شيء ها هذا الكوع فين هذا الكوع ايوه والكرسوع هذا في الكتاب هنا والبوع اللي هو العظمه اللي اسفل اصبع قدم الكبير. طيب قال الناظر وما لابهام كوع وما لخنصر هو الكرسوع والرسغ في الوسط وما لإبهام رجل بوع. خذ كلامي ودعك من الغلط زي ما قال صحيح لكن جبناهاكم في بيت يسوغ حفظه. ما لإبهام كوع المفصل اللي خلف الإبهام يسمى الكوع وما لخنصر والمفصل اللي خلف الخنصر طبعا ده الخنصر البنصر الأوسط سباب الإبهام بوع ولا ايش؟ كرسوع والرسغ في الوسط وما لابهام رجل بوع. فخذ كلامي ودعك من الغلط. هذه هي الاشياء. فلما قال الان فرضه الان فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هي ضربه واحده على الصعيد الطاهر تمسح بها وجهك ثم تمسح بها يديك الى ايش؟ الى الكوع مو الى المرفق هذا اسمه المرفق هذا اسمه المرفق هذا اسمه المرفق انما هذا اسمه الكوع. وان لكل انسان 60 و300 سلاما حديث ابي هريره وابن ادم له 60 و300 سلاما على كل سلامة صدقه ويجزي عن ذلك ركعتين يرفعهما من الظهر. فهذه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والراحة عظيم الكراديس كل مفصل كردوس
كل مفصل اسمه الكوع اسمه كردوس الاسم العام، والبوع اسمه كردوس، والمرفق اسمه كردوس، والرزق اسمه كردوس. التسمية العامة. التسمية الخاصة كل على شبهه، فنقول كل كرسوع كردوس وليس كل كردوس كرسوع. عموم وخصوص. التسمية العامة كردوس، التسمية الخاصة كوع، كرسوع، رس، بوع، مرفق، وهكذا. نعم. قال وفرضه، وفرضه مسح وجهه ويده إلى كوعه. أيوه. وفي أصغر وقالوا يضرب بكفه على الصعيد ضربة واحدة، ومنهم من قال ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفه، لكن صار ضربة واحدة، فيمسح بها وجهه كما يغسل في الوضوء، ثم بعد ذلك يمسح بها كفه. قيل يمسح ببطن اليسرى ظهر اليمنى، وببطن اليمنى ظهر اليسرى. وإذا مسحت أي مسحة أجزأك، إذا مسحت أي مسحة أجزأك. نعم. وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. وفي أصغر، وفي أصغر ترتيب، ترتيب ولا ترتيب؟ ترتيب. نعم. وموالاة. نعم. أيضا، يعني قال هنا الترتيب مهم والموالاة أيضا مهمة. نعم. ونية الاستحباب، الاستحبابة شرط. ونية استحبابة شرط. وإيش الاستباحة؟ ونية استباحة، الاستباحة تضبط. ونية، النية مرفوعة، ونية الاستباحة. ونية الاستباحة. نعم. ونية الاستباحة، ونية محلها القلب لا يتلفظ بها، والأصل في ذلك القاعدة التي تقول الأمور بما قاصدها. نية الاستباحة يعني استباحة الفرض أو استباحة العبادة أو استباحة العبادة، ونية محلها، محلها القلب. نعم. شرط لما يتيمم له، لما يتيمم له، لما يتيمم له. أحسن. نعم. ولا يصلي به فرضا. احنا قلنا الشرط هو الذي يسبق العباده، ولا تصح الا به، والركن ما يكون في العباده ولا تصح الا به. فنقول تكبيره الاحرام ركن، ودخول الوقت شرط، لان هذا يسبق العباده وهذا يكون في العباده، وكلاهما العباده لا تصح بدونهما. نعم. ايوه. ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج وقته، ويبطل بخروج الوقت. هذا عند على المذهب، وعلى الصحيح أنه لا يبطل إلا إذا انتقض كما ينتقض الوضوء. نعم. ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم، وإيش وبوجود ماء إذا وجد الماء. نعم. بطل التيمم. نعم. لماذا؟ لأن التيمم فرع والماء أصل، ولا يصار للفرع إلا في انعدام الأصل، فإن وجد الأصل صير إليه، صير إليه. نعم. إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر، وسن لراجيه تأخير. أيوة. لآخر يعني من كان يرجو أن يأتيه الماء فهل يتيمم؟ على المذهب قال لك لا، ينتظر إلى آخر الوقت، فإن لم يأتيه تيمم، أي لراجي إدراك الماء والحصول عليه. نعم. ومن عدم الماء ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. وإيش القاعدة اللي تكون هنا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان في حبس، في مكان، في كذا، في مرض إلى غير ذلك، ما يستطيع أنه إيش يستخدم، إيش أن يتيمم، هذا يصلي على حاله، ويسمى كفاقد الطهورين، كفاقد الطهورين. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولا إعادة، ولا إعادة. نعم. ولا ويقتصر على مجزي، على مجزئ، على مجزئ، ولا يقرأ في غيره صلاة إن كان جنوبا، ولا يقرأ في غير صلاة إذا كان جنوبا. إذا كان جنوبا. نعم. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.